السلام عليكم. الظاهر عجبتكم القصة الماضية، القصة الشخصية اللي صارت لي، فأنا إن شاء الله أحاول كل نهاية قصة جريمة أحاول أني أذكر لكم قصة شخصية أو موقف، سواء كان موقف محرج أو موقف فكاهي أو موقف يعني غريب تعرضت له. المهم خلوني أقول لكم قصة جريمة الليلة. القصة تتكلم عن رجل أعمال لبناني اسمه فؤاد. فؤاد هذا الله يسلمكم يعيش في قرية تقع في منطقة جبل لبنان الغربية اسمها السعديات، هذه تبعد عن شرق العاصمة بيروت 20 كيلومتر. فؤاد ما شاء الله إنسان ناجح في أعماله التجارية، عنده شركات مصانع وعنده إنتاج ومخازن وعشرات العاملين عنده، ومتزوج من امرأة اسمها ملاك من أحد العائلات المعروفة، وعنده منها 7 من الأبناء. سنوات طويلة من الحياة الزوجية كانت حياة روتينية طبيعية ما فيها أي مشاكل، لكن هذا فؤاد تطور موضوع التجارة معه وأصبح يتوسع في تجارته، صار يصدر للخارج، يستورد، يحتاج إلى عقد صفقات وسفرات طويلة ويروح إلى دول أوروبية، وأعماله كل مالها تنمو تكبر وتتوسع. فزوجته قالت له أنا دام إن الأولاد الحين كبروا شوي وصاروا يعتمدون على نفسهم وأنا كلها جالسة في البيت وأنت دائم السفر، يعني دائما تسافر وتتركنا وتترك أعمالك وحلالك، يعني شلون تثق في اللي يشتغلون عندك؟ يمكن أحد ينصب، يمكن أحد يعني يختلس وكذا. قالها شو أسوي، أنا مضطر إني أسافر، والعمالة اللي عندي في منهم صار لهم سنوات طويلة يعني يشتغلون معي وأثق فيهم يعني، لكن كذلك صح دائما صاحب الحلال لازم تكون عينه على حلاله، إذا أراد النجاح لازم يكون يباشر بشكل يعني مستمر، وهذا مضطر إنه يسافر. قالت له خلاص أنا راح أدير شركاتك والمؤسسات وبيع المنتجات وكذا، يعني تكون تحت إشرافي لما تكون أنت مسافر. قال لها على بركة الله ما عندي مانع، وأنت ما شاء الله شاطرة وكذا، وهي جامعية كذلك وعندها خبرة بسيطة، هذه قبل الزواج طبعا. وفعلا مسكها هالمشاريع، كل شيء باسمه هو، لكن هي تدير يعني زوجة صاحب الحلال وتعتبر كأنها مدير تنفيذي. ملاك بعد ما تمكنت من إدارة المشاريع والمنتجات وبيعها وتصديرها وتوقع الفواتير بدأت تلعب بالأموال، شلون صارت تزور الفواتير وتطلب من التجار لما يعطونها فاتورة ان يزيدون عليها، وتوصيهم ان فؤاد ما يدري في الموضوع مقابل ان تخفض لهم من سعر البيع، يعني البضاعة تسوى 10,000 تقول انا مستعد اعطيك اياها ب8,000 لكن حط لي فاتورة ب20,000، وتاخذ وتسحب منها الفلوس وتنادي اخوها مرات وتعطيه بضائع باسم يعني اسم وهمي وتعطيه يعني بنصف السعر، وتلعب لعب بتجارة زوجها لأنها عارفة أن مدخوله كبير جدا ولا يمكن أنه ينتبه، وهو يثق بزوجته يعني، والرجل مشغول في سفراته وعقد الصفقات. المهم مالكم بالطويلة،
ويوم من الأيام وتعرف ملاك على أحد المدراء اللي في مؤسسات زوجها وتحصل بينها وبينها علاقة، علاقة حب. شافت زوجها مشغول عنها وهي أصلا بدأت تكرهها من كثر ما يعني تشوفها يروح يقابل هالشخصيات وهالبنات وهالكذا، فهي يعني في بالها ان هذا يعني يلعب بذيله وانه مو مهتم فيني، فقط تجارته، خليني اسحب منه قبل لا يفلت مني، وتبي تملي فراغ العاطفي عندها في هالمدير اللي صار يعني يتلزق فيها لانها صارت هي الكل بالكل. ويوم من الايام وتصارح اخوها بموضوع، قالت له اسمعني انا بصراحه ابي منك خدمه. قال لها شنو امري؟ قالت انا اكره فؤاد واتمنى بصراحه اني يعني اتخلص منه. قال لها شنو؟ قال الخير هذا كله من فؤاد اصلا، خلينا نترزق وخلينا مبسوطين ومرتاحين والفلوس وانت تديرين كل شيء. قالت لا انا عارفه، ليش ما يكون كل هذا الاملاك والتجاره هذه كلها لي انا؟ قال ايش تقصدين؟ قالت انت خلص منه مره واحده. قال بصراحه انا مالي بهالموضوع هذا، الله يخليك، انت تبي تورطينا ولا شنو؟ قالت افهم، انا ابيك تشوف لي قاتل ماجور، ابي واحد ادفع له فلوس ويقتل لي فؤاد وخلاص. لما الرجل يودع انا الوريث الوحيد، انا وعيالي، والخير كله راح يكون لنا، وراح اعطيك نصيبك من هالعمليه. فكر فيها، قال بس انا مالي شغل، فقط اني ابحث لك عن يعني قاتل ماجور. قالت لي نعم، انت بس جيبها لي ومالك شغل. قال اوكي. راح اسبوع اسبوعين ثلاث، الرجال مرتعب وخايف واول مره يقدم على شيء مثل هذا، ف يعني استصعب الامر وتردد وصار يتهرب حتى من مقابله اخته اللي هي ملاك، ما يقدر عليها، هي اللي يعني معيشته بهالنعيم، وهو سلتوح ما عنده شيء، فما يبي يخسرها وكذلك ما يبيها تزعل، فصار يتهرب منها. راحت كلمت عشيقها هالمدير، قالت له اسمعني انا حبيتك وصراحه ابي يعني يفضى لنا الجو انا وياك. قال له شلون يعني؟ قالت انت خلص من فؤاد. قال له يعني شلون باي طريقه؟ قالت يعني شوف لقاتل مأجور وأنا مستعدة أعطيه اللي يبي ويخلصني من فؤاد ويصبح الملك هذا كله لي، وبكرة نتزوج ونعيش بنعيم. قال لها اسمعين يا ملاك، أنا فعلا حبيتك وفعلا يعني كنت أتمنى أنك يعني صراحة يعني من زمان أني قابلتك ونتزوج، لكن موضوع قتل الله يخليك يعفيني. قالت له ماشي خليك أنت برا الموضوع. المهم وهي تحوس وتفكر شلون 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 وين حصل هالقاتل بدون ما يعني أنكشف، أبي واحد ثقة، ولا عندها صبي يشتغل في المكتب، هذا حاطه من أيام زوجها فؤاد، الصبي هذا عمره 15-16 سنة ومخلينا مطراش يعني يطرشونه يروح يجيب شاي وقهوة وإذا احتاجت أي شغلة يصور أوراق يعني. وهذا الولد يعني من عائلة جدا فقيرة، يكد على أسرة كاملة، وعايش في أحد الأحياء الشعبية الفقيرة جدا، وهي عارفة وضعه. قالت له تعال، اسمه نور. قالت له نور تعال. نور أنت وين ساكن؟ شنو وضعك وكذا؟ ما تبي أعطيك فلوس وخليك تصير غني؟ وقال إيه نعم يا ريت. قالت له ما تعرف
أحد يعني عندكم في المنطقة أو يعني من جماعتك من أهلك يكون يعني صاحب سوابق عنده يعني عنده جرائم كثيرة مرتكبها بحياته؟ قال ما فهمت ليش يعني. قالت أبي واحد أعطيه فلوس وينفذ لي جريمة. قال لها حاضر. قالت لو أنا راح أعطيك 10,000 دولار يعني راح تعيش أنت وأسرتك بنعيم، بس جيب لي هالشخص هذا اللي ينفذ لي الجريمة وأنا مستعد أعطيه اللي يبي. قال لهم فعلا في عندنا واحد يسمونه محمد الثور، في عندنا واحد يسمونه أنور الأعور، في واحد عندنا اسمه مجرمين معروفين وهذول أصحاب سوابق. واللي قالت له شوف لي واحد يعني تثق فيه إنه ممكن ينفذ الجريمة. قال له أوكي، بس أقول له شنو تبين يعني ينفذ جريمة؟ شنو نوع الجريمة هذه؟ قالت زوجي فؤاد، أبي واحد يقتل فؤاد وأنا أعطيه فلوس وأعطيك أنت بعد خليك تعيش حياتك. قال لها أوكي أنا عندي واحد، بس خليني أسأل أول شيء أشوف إذا يقبل ولا لا. قالت له أوكي. فعلا هذا نور راح وكلم محمد الثور هذا. محمد هذا مجرم عندهم وما حد يكلمه وبلطقي يعني وصاحب مشاكل. فراح لنور قال له أنا السيدة اللي أنا أشتغل عندها تدور على واحد يقتل زوجها وتعطيه الفلوس أو المبلغ اللي يطلبه وأنا كذاك راح أستفيد، إيش رأيك؟ قال ما عندي مانع. وين هذه؟ قال امشي معي. وياخذه للشركة يقابل ملاك. شافت ملاك من شافت محمد قالت بس هذا هو المطلوب، مبين من وجهه مجرم وما عنده مانع يسوي أي شيء مقابل الفلوس. قالت لزوجي رجال ما هو صغير يعني كبير، وأنا راح أسهل لك الموضوع، أبيك تخلص لي منه. قال لها شلون تبيني أقتل لك؟ قال تشتر مسدس واستأجر سيارة وأنا راح أحدد لك المكان اللي يكون متواجد فيه لما يطلع من هنا يعني من شركة وهو راجع البيت، وراح ترصد له تطلق عليه النار، وبعد ما تطلق عليه النار أبيك تصوره لي، ولما تصوره وتخلص تشيل الجثة تحطها في سيارته وترمي يعني تسوق السيارة سيارة الزوج نفسه وترمي السيارة من فوق الوادي ولك المبلغ اللي تبيه، لكن لما أعطيك المبلغ أبيك تختفي ولا تجيب سيرتي، ولا أنا أصلا راح أستأجر أشخاص آخرين أخليهم يقتلونك أنت وأسرتك. قال لا 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 ما دام تعطيني المبلغ اللي أطلبه أنا ما عندي مانع. قالت له كم تبي؟ قال لها أبي 100,000 دولار. قالت نعم. قال لها أي نعم 100,000 دولار وأنا أنفذ لك الجريمة، وعلى فكرة فوق 100,000 تعطيني مصاريف شراء المسدس اللي ارتكب فيه الجريمة وكذلك فلوس تأجير السيارة. قالت ما عندي مانع وعطيته جزء من المبلغ كعربون ومبلغ مصاريف السلاح والاستئجار المركبة. المهم فؤاد مسكين رجع من السفر ويدير الأمور ويشوف الأمور طيبة وما في مشاكل ما في كذا، ومقرر أنه أصلا كذلك وراء سفرة بعد أسبوعين. وزوجته تقول له الأمور ماشية ولا تشيل هم وسافر وأنت مرتاح. ويجي اليوم اللي يحدد فيه موعد ارتكاب الجريمة. طبعا محمد هذا منتظره وشاري السلاح ومستأجر سيارة نوع مرسيدس،
وعلى طول قالت له هذه السيارة مالت فؤاد، إذا طلع بس يوصل إلى المكان الفلاني، وهذا مكان كذلك جبلي، هم كلهم في محافظة جبل لبنان، يعني فيها أودية كثير، تستوقفه في الطريق وتنزل له، تطلق عليه النار وتقود مركبته وتجيبها عند حافة الوادي وترميها من فوق، لكن قبل لا ترميها تصوره لي علشان أتأكد. قالها أوكي، ويطلع فؤاد ويمشي وراه محمد إلى أن وصل في طريق خالي من الناس وما في أحد، وصار يكبس له ويترك له بالليت، يعني استوقفه، وقف فؤاد. نعم. قال له بس أبي أكلمك موضوع وكذا. ما فهم عليه، نزل ومخبي السلاح، أول ما وصل عنده ويطلق عليه النار، مات رجل، ويحطه جنبه وياخذ السيارة لين جاء عند حفة الوادي وصور الجثة وهي داخل السيارة، وبعدين رماها من فوق الوادي، ورجع طيارة إلى منو؟ إلى ملاك. قال أنا أنجزت المهمة، وهذه الصورة. يوم شافت الصورة قالت له برافو، وهذا المبلغ اللي اتفقنا عليه، ما أبي أشوفك ولا أسمع بسيرتك، وأبيك تختفي، تفهم ولا لا؟ قال أوكي. قالت له السيارة وين؟ قال رميتها في الوادي. وين أي صوب؟ قال لها في المكان الفلاني. قالت له بس خلاص يلا روح. وعطت كذلك نور المبلغ المتفق عليه، بالإضافة إلى أنها كانت طالبة من محمد أن قبل لا يرمي السيارة في دفتر شيكات في مركبة فؤاد، قالت له تجيب لي دفتر الشيكات علشان همتها بالتأكد أن أنجز الموضوع، أنه يعني ركبه في السيارة، وكذلك علشان توقع الشيكات وتسحب مبالغ قبل لا أحد يكتشف وفاة فؤاد، يعني تزور توقيعه على شيكاته وهو ما أحد يدري عنه وين. وراحت بنفس اليوم وبلغت الشرطة في مركز شرطة السعديات، وبلغت عن اختفاء زوجها. قالوا لها متى اختفى؟ قالت من أمس، علشان يعني يبدأ البحث. قالت طلع من المكتب وأنا شفته، وأنا يعني أدير الشركة معاه، وطلع وكان متوتر، ماني عارفة شنو القصة، كأنه في يعني مشكلة تجارية صايرة معاه. المهم طلع من مركبته ولا رجع للبيت. قال لا ماشي، احنا سجلتش بلاغ، وإذا وردتنا أي معلومة راح نستدعيك، أو إنه إن شاء الله إنه يرجع خلال هالفترة هذه. قالت أوكي، هي بقى فقط تبي تسجل أنها يعني بلغت أنه مفقود. ورجعت البيت، عيالها السبعة يسألون بابا وين، بابا رجع من السفر ليش ما جاء البيت وكذا. فصارت شو تقول لهم؟ تقول لهم بابا عم يموت. صارت تمهد لهم أن بابا مات، وأن وتسولف أن أنا سمعت أنه مات، مش عارف إذا الكلام صحيح ولا لا، لأنه مختفي وفي معلومات تؤكد أنه ما. العيال انجنوا، بابا شلون مات، شلون كذا، لسه مكلمنا بالتليفون، يعني يقصدون لما كان يتصل عليهم وهو في المكتب، وقال أني برجع للبيت، وكان شاري لنا هدايا، المسكين شاري هدايا وحاطهم في السيارة، فقال لما أرجع البيت أعطيهم حق الأولاد. فعياله كانوا ناطرينه ومتشوقين له وكذا، وأمهم تقول إنه عم بيموت، شون عم بيموت، مو فاهمين، صغار يعني مو حيل كبار يعني. المهم صار أولادها يبكون وحالتهم حالة، وخلونا ندور على بابا، يمكن يجي يمكن ميت، يعني تأهلهم. المهم الشرطة اليوم الثاني يجونها للبيت، وبدأوا يحققوا معاها، متى آخر مرة شفتيه، متى كذا، وهذا ما هو إنسان عادي، تاجر معروف له علاقات. قالت والله هذا اللي صار، وحتى يشهد عندي موظف إنه شافه كان موجود وطلع، وأنا كنت موجودة في الشركة. منو هذا؟ قالت نور. راحوا جابوا نور،
حققوا مع نور وقال لهم فعلا كان موجود وقال انا رايح عندي شغل وبعدين برجع البيت بس وطلع من هنا يعني. والست ملاك كانت موجوده فعلا. المهم الشرطه ما شكوا باي شيء، الموضوع كان جدا عادي. لكن بلغ وصل اليوم الثالث عن وجود مركبه وبداخلها جثه. لما راحوا رجال الامن واستعلموا وطلعوا بيانات هذا الشخص، ولا هذا فؤاد اللي مبلغ عنه قبل يومين. المهم يتصلون على الزوجة ملاك، مرحبا مرحبا، ها ان شاء الله خير، ان شاء الله لقيتوا وكذا. قالوا والله يا ست ملاك لازم تراجعينا في مركز الشرطة وان شاء الله راح نبلغك في الموضوع. قالت شنو في شنو في فهموني، يعني هي تبثل لهم انها زعلانه ومضايقه. قال انا ما يخالف تعالي المركز وبعدين راح تعرف الموضوع. المهم وتركب وتطير لهم الى مركز الشرطه. اول ما دخلت وهي منهاره وتبكي واكيد في شيء اكيد كذا، قالوا لها للاسف احنا عثرنا على مركبة زوجك في الوادي وكان داخل السيارة واكتشفنا ان زوجك تعرض لإطلاق النار، يعني الموضوع فيه جريمة قتل وقضية جنائية، والان احنا مضطرين ان نستجوبك ونسأل. وهي تبكي، لا فؤاد ما بدي أعيش إلا معك، ما بدي أموت إلا معك. المهم يوم عاده شوي أغمى عليها، هي كلها تمثيل بتمثيل. فجأة لما أغمى عليها ويبدأ الضباط والمحقق ووكيل النيابة يضحكون وهي طايحة على الأرض تسمع ضحكاتهم، استغربت الحين مرة منهارة تبكي على زوجها اللي توكم مبلغينها انه طايح السيارة من الوادي ولاقين الجثة لا ومقتول برصاص، والمرة يعني ما تحملت واغمى عليها، المفروض تاخذونها تسعفونها مو تضحكون. فهي شنو فتحت عيونها شوي تطالع الضباط اللي يضحكون استغربة شوي، ولا داخل عليهم فؤاد. اهلا وسهلا فؤاد، وصحت عادي فؤاد كيف بتقولوا انه مقتول؟ يطالعونها ويضحكون. قال لا والله جد شوي، ولا يدخلون نور هذا الصبي مال المكتب، ونور يضحك. نور انت شو جابك لهون؟ لهون؟ قال يا ملاك قومي 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 وعدي على الكرسي واهدي شوي، ترى الموضوع كله اصلا مكشوف من الاول وهذا هو القاتل المأجور، ويدخل عليها محمد، ولا اصلا كانوا يسوون فيها تمثيلية. فؤاد لعب بحسبتها لعب. فؤاد من أول يوم أصلا كانت تدير الشركة وتختلس وتلعب بالفواتير، كان نور يبلغه أول بأول بكل شيء. لا وكان يقول أنه شابك مع واحد من المدراء اللي صار يتلزق فيها ولعب بحسبتها وصارت تحبه وتقول بحبك وبدي تزوجك، ولا وكان يبلغه لما سمعها أول مرة تقول لأخوها أبيك تدور لي على قاتل مأجور، وأخوها قال لها طيب طيب ومشى. وبعدين كلمت عشيقها اللي هو المدير هذا والمدير خاف، كلام هذا كله كان نور يسمع ويتصنت ويبلغ فؤاد أول بأول. وفؤاد قال له كمل معاها وحاول أنك تقرب منها لحد ما هي تطلب منك. طبعا هو صار يعني يسوي نفسه تحت خدمته وكذا، وهي فعلا طاحت بالخدعة وقالت يا نور تعرف احد يعني اصحاب سوابق ومجرم؟ قال ايه،
قالت له انا بعطيك فلوس. قال لي يا ريت والله انا محتاج ومستعد اشتغل واعمل اي شيء كرمال الفلوس. قالت تجيب لي واحد بيقتل لي زوجي. قالها في راح وبلغ فؤاد. فؤاد قال لا لحظه شويه، جاب واحد ما تعرفه هذه ولا يشتغل بشركه اسمه محمد. قال ابيك تسوي نفسك مجرم وانك قاتل وحاول انك تسحب منها كل الفلوس اللي عندها، اطلب 100,000 ولا واطلب زياده، اطلب قول ابي فلوس لمسدس، فلوس لاستئجار السياره، فلوس لكذا، اسحب منها فلوس. هو يبي اي فلوس؟ الفلوس اللي هي يعني اختلستهم من شركته قبل لا يطيحها بالورطه الثانيه الكبيره، وكان خايف انها فعلا توصل وتستاجر قاتل ماجور حقيقي. فقال لا خليني ارسل لها انا محمد، ومحمد مثل عليها وراح. حتى صوره فؤاد اللي جابها محمد مصوره بالتليفون هذه كانت تمثيليه. راح فؤاد مع محمد ووقفوا على احد الطرق القريبه من الوديان وحط عليه دم وكذا ونزل راسه تحت، ومحمد صوره وقال له يلا روح خليها تشوف الصوره. وفعلا راحت وصدقت الموضوع، ولا وكذلك تورطت بتوقيع شيكات وتزوير توقيع فؤاد نفسه. يعني الأدلة واضحة على قيامها بالشروع بالقتل، بقتل فؤاد وتدبير عملية اغتياله وتزوير شيكات واختلاس أموال والفواتير كلها موجودة، ولا وفوق هذا بخيانتها لزوجها فؤاد مع أحد المدراء. يوم اكتشفت أنها كانت يعني تحت المراقبة وأن كل شيء انكشف انهارت، صارت تبكي. قالت أنت اللي خليتني أوصل لهالمرحلة، أنت اللي يعني كنت بعيد عني وأنا كنت في عندي يعني فراغ عاطفي. قال لا فراغ عاطفي شنو، عندك 7 أولاد شنو فراغ عاطفي؟ كل واحدة طلعت لي بعذر فراغ عاطفي. الرجال ما يشتغل، ما تبيني أكد عليك أنت وأولادك، ما تبيني أتاجر، يعني شلون أقعد لك في البيت؟ اسكتت هي، صح عذرها بعد نفس وجهها غبية، هي شلون تخونين زوجك ومخليك عايشة مثل الملكة وعندك 7 من الأبناء بدل ما تهتمين بتربية عيالك وتحمدي الله على النعمة اللي انت فيها، الدبرين مقتلة، وبعدين وين بتروحين من رب العالمين؟ بنهايتك بتموتين وبتروحين جهنم، يعني وين الدنيا هذه شنو تفيدك بشيء؟ والغبية شلون وثقت في نور اللي اصلا كان يعتبر كأنه يتيم تبناه فؤاد. فؤاد اصلا نور هذا حاطه عنده في المكتب فقط هو علشان يصرف عليه وعلى أمه وخواته اللي كد عليهم، فكان يهتم فيه وحاطه مثل العصفورة عنده في الشركة، ينقل له كل شيء أول بأول. وهذه من لهفتها على عشيقها وتبي التخلص وتبي الأموال وكذا، الغبية يعني طاحت في فخ نور اللي كشفها أمام زوجها وأمام كل الناس. طبعا ملاك تم القاء القبض عليها ومع الأدلة كاملة موجودة، وحتى قاضي محكمة جبل لبنان حكم عليها في أول درجة بالإعدام، كان حكم مشدد إلا أن تم تخفيف الحكم إلى 17 سنة مراعاة أنها أم أولاد وأنها الجريمة ما كانت مكتملة ومن هالأمور هذه. وكذلك نفس القصة اللي حصلت في العراق، رجل استأجر قاتل علشان يتخلص من أحد التجار، لكن هذا القاتل بعد ما أخذ مبلغ 5,000 دولار راح بلغ التاجر وقال له إن في شخص استأجرني وعندي كل الأدلة اللي تثبت صحة كلامي، استأجرني عشان أقتلك، إذا تبيني أقول لك منو هذا الشخص عطني 10,000 دولار. قال لا ما عندي مانع، أول شيء
عطني شنو الدليل، وراه المراسلات وراه كل شيء، وعطاه $10,000 وكشف له منو هذا الشخصيني. كانت الصدمة بالسالفة. الشخص هذا كذلك تاجر، وهو صديق هذا التاجر الروح بالروح، عشرة عمر بينهم، لدرجة أن هذا التاجر اللي كان من المفترض أن يقتلونه مقرض هذاك التاجر الأولاني اللي استأجر القاتل $200,000. لذلك هو بحث عن قاتل علشان يتخلص من هالتاجر ويتخلص من الدين مرة واحدة. شوف يعني هذاك بيسوي فيه معروف، وفوق هذا يبي يقتل عشان يتخلص منه، بدل ما يقول له مشكور ويعطيك العافية. ولا تنسون سبق ان ذكرنا قصة حصلت في امريكا، نفس الواقع بالضبط، نفس قصة ملاك وزوجها فؤاد، لكن هذيك سووا فيها بامريكا، صوروها فيديو، وانا المقطع نشرته في الانستغرام وذكرت القصة كاملة بتفاصيلها في القناة في اليوتيوب، قصة رقم 748، قصة داليا المصرية في أمريكا. طبعا داليا هي مصرية لكن حاصلة على الجنسية الأمريكية، وتزوجت أمريكي وتآمرت على قتل زوجها، وسوت تمثيلية رهيبة، صوروها يعني هم اخدعوها انه فعلا مات وكذا، وصوروها ايه تبكي وتلطم وحالتها حالة، وبالنهاية قالوا لها ترى هذا كل اللي تشوفينه مصور، واحنا اكتشفنا انك استأجرتي قاتل. فشلون قدام الامريكان على هالسالفة هذه؟ قال يعني انت شنو هال الدراما اللي سويتيها، شنو هالتمثيلية الرهيبة اللي صارت تبكي، ويعني انها يعني زعلانة على زوجها ومصورينها وهم يضحكون، الضباط والطاقم التصوير والله شيء يفشل صراحة. المهم هذه قصتنا، لكن بقول لكم موقف بما ان في وقت شوي، موقف مضحك ومخجل و موقف أنا ندمت عليه بحياتي بصراحة. كان عندي أول سيارة نوع لاند كروزر، وهذه سيارة من أغبى السيارات بصراحة، كأنك السوق ثور بقرة، ضخم، وإذا مشى ما يوقف، يعني مجرد أنه يمشي يعني تضرب بريك اللي هو الكابح ما يوقف، كأنه سكس ويل يحتاج وقت انه يوقف، يعني لان المكابح مالته اصغر من حجمه. فكنت انزعج منه في القيادة، وحصل لي موقف بسبة نوعية السيارة بصراحة. كنت ماشي في الطريق ووصلت الى دوار، وانا اتمنى من صاحبة القصة انها تسمع السالفة تتواصل معاي، وأنا مستعد يعني باللي تطلبه، لأني سويت سالفة إلى اليوم وأنا مش عارف ليش سويتها. ماشي بسرعة بصراحة لأنه كان طريق سريع، وفجأة يكون في دوار، فحاولت أني أخفف بهالسيارة، وهي ثقيلة، اللاند كروزر ثقيل، وكانت أمامي مركبة صالون، اعتقد جيب لكسز الصغير هذا، اللي تقود السيارة هذه بنت، فتاة. البنت تعرفون قيادة البنات شوية هادئة، ولما تجي عند الدوار يعني لازم تلتفت وتنتبه جيدا ان ما في احد بالدوار، على عكس الشباب اللي يدخلون مدرعمين. المهم هي يوم وصلت عند الدوار خففت زيادة على اللزوم، وأنا كنت وراها وحاول كثر ما أقدر أني أوقف السيارة، ما لحقت واصطدمت فيها. طبعا أنت عارف أنك تصطدم في بنت، شرح تسوي فيك؟
يعني اذا كانت بنت مؤدبه ومحترمه ممكن يعني ان التعامل معك بشكل قانوني، يعني انه تروحوا مركز شرطه وخلاص. لكن في بعض النسوان اللي شويه ملوسنه وكذا يمكن تفضحك، والرجال تعرفون يخاف من لسان المراه في الشارع، وانا اكره المواقف هذه. يعني دائما اخاف اني اتعرض لموقف اطيح بوحده ملسونه وتقوم تلعلع علي في الشارع، وانا صراحه ما ارد على البنات. فعلشان لا اتعرض لهالموقف احاول اني ابتعد باي طريقه. فلما صدمت فيها وانا الغلطان طبعا، انزلت البنت وخايف من رده فعلها. انا ما عندي مانع اصلح لها واللي تبيه حاضر، اهم شيء انها لا تصارخ ولا تعصب علي ولا، وانا معترف بالخطا. البنت اول ما جتني شوي مرتبكة، وتعرف واحد صادمها وكانت راجعة من كلية أو من دوامها، والله ما أدري، بنت صغيرة يعني، في دوار منطقة غرناطة في العاصمة الكويت. فأتمنى إذا هي سمعت يعني تتواصل معي عن طريق طريق التواصل، وأنا راح اللي تبي أنا حاضر يعني أعوضها. يا أقصد أول ما جت عندي أنا قلت لازم أتصرف بسرعة بحيث أني امتص غضبها واني ما اخليها يعني تمادى بالكلام، او انها يعني تفضفض وتزعل وانت ما تشوف وانت عمي وانت تعرفون هذه ردة فعل طبيعية عند بعض الناس اللي يخافون يعني او يخترع من الموقف. فاول ما نزلت انا ما ادري شنو جاء في بالي. قلت لحظة شوي قبل لا تتكلمين، ترى على فكرة انا واحد صدمني وأنا صدمتك وهرب، اللي صدمني هرب، يعني عشان أقولها ترى مو ذنبي. فهي أول ما سمعت صارت تلفت المسكينة يمين يسار، قالت شلون وين هذا؟ قلت هرب. يعني أنا أدري بنت وتعرض الحادث أكيد إنه تكون متشددة، فكنت مستغل هالنقطة هذه، أنا أدري إنها ما راح تركز. فقلت ما شفتي اللي صدمني وهرب؟ قالت لا وكذا ومرتبك المسكينة. قلت لكن أختي الله يخليك هذا رقم تليفوني، واللي تبينه أنا حاضر أصلح لك سيارتك إن شاء الله في الوكالة، مع أن الضربة كانت ما هي قوية، بسيطة من الخلف يعني. مع ذلك قلت أنا مستعد لو تبين بالوكالة، بس أنك يعني تدين قالت لا خلاص انا مسامحتك. قلت له ما يخالف هذا رقمي، وعطي احد من اهلك ابوك اخوك شيء تواصل معي وانا مستعد لكل شيء. قالت لا خلاص ما لا داعي ومشت. دخلت منطقة غرناطة، دار بيتهم بغرناطة، وانا لما مشيت صراحة كنت مبسوط اني ما انزفيت الحمد لله، واني قدرت اني اسيطر على الموقف. لكن يعني من الربكة أنا كذبت عليها، قلت لها أن في واحد صدمني. يا ربي تسامحني أو أن تواصل معاي، والله مستعد. يعني أنا كنت أصلا مستعد أصلح لها، ما أدري ليش ما اتصلت، ما أدري سامحتني عشان والله في واحد صادمني أنا كذبت عليها. أنا قصدي أكذب عليها عشان تهدى، مو علشان ما أصلح، لا بالعكس. لو تبي أخذ السيارة اللي عندها وأجيب لها نفسها جديدة ما عندي مشكلة، بس أهم شيء إنه ما تشيل علي ذنبي يعني. فأقول لك ما هذه من المواقف اللي أنا صراحة أنا يعني أحرص إنه ما يكون الطرف الثاني امرأة، بصراحة رجل ما عندي مانع، أما مرة لا، ما بيها بكرة صارخ وكذا، لأن سبق صار لي موقف بنفس السيارة الغبية هذه. يا جماعة السيارة والله بدون مبالغة إذا مشت سيارة تضرب بريك ما توقف بسرعة، تحتاج وقت يعني تسحب لك شوية كم متر يعني، معنا جديدة سيارة، لكن لأنها ثقيلة لازم تكون أنت مركز وتعرف متى تضرب المكابح يعني بالوقت المناسب. مرة كنت واقف عند إشارة مرور بشارع الخليج على البحر، وإحنا على الإشارة وقدامي سيارة صالون فيها يمكن 5 أو 6
بنات يعني مزدحم السيارة، وهذول البنات أنا بعدين اكتشفت هذول البنات رايحين إلى صالة أفراح في أحد الفنادق اللي على البحر، عندهم حفل زفاف، والكلام هذا كان المغربيات يعني، وهم رايحين واقفين على الإشارة أنا وراهم، والإشارة طولت شوي وأنا أنتظر أنتظر أنتظر. أول ما فتحت الإشارة وهم تحركوا أنا تحركت، لكن فجأة ضربوا بريك وقفوا فجأة. الظهر البنت ارتبكت ولا أن أحد تجاوز من الناحية الأخرى من الشارع، ما أدري شو قصتها، تحركت ووقفت. أنا تحركت أقول لكم بهالثور اللي أنا راكبه، أول ما تحركت السيارة ما لحقت أضرب بريك واصطدم فيهم، لكن هالسيارة الخمس بنات اللي فيها اللي متمكيجات ولابسين اللي تعرفون واحدة رايحة حفل زفاف يعني شنو لابسة، كلها كلهم يلمعون البنات وشعور وحالتهم حالة، أو ينزلون ويطلعون البنات كل وحدة عوبة أكثر من الثانية. أنا أول ما شفتهم هم ينزلون قلت بس أنا رحت فيها، وبدأوا يصرخون بالشارع وحالتهم حالة. أنا بيني وبينكم قلت أفضل طريقة إني ما أنزل، وجلست بالسيارة وهم طبعا جو عند الباب، انزل يلي ما ما تستحي، ويضربون على الجام ويضربون على الباب، وأنا فيني ضحكة يعني هم ما يقدروا يسوون شيء، لكن علشان لا بكرة يقول لك والله أنت. هذه النصيحة اللي أي شاب يعني تعرض لهالموقف، إذا بنت عوبة طحت فيها يعني لا تنزل لها، خلك بسيارتك وسكر الزجاج واتصل على العمليات. هذه اللي أنا سويتها، اتصلت على العمليات وفهمت الوضع، قلت لا أنا غلطان وصدمت فيهم، لكن البنات هذول شريات صراحة وقاعد يصارخون، وخلك معاي على الخط، قاعد أقول حق العسكري اللي في العمليات قاعد أقول له لو سمحت خلك معاي على الخط علشان تكون شاهد باللي تسمع، أنا ترى ما راح أنزل من السيارة. قال لي أوكي خلني على الخط، واتصل من الخط الثاني على العمليات وقال لهم توجهوا بسرعة للمكان الفلاني وفي إشكال لأن في حادث والظهر الطرف الثاني معصبين ومن هالكلام. وطول ما هم معصبين ويصارخون ويشتمون وأنا ما نزلت، بس هذا العسكري اللي في العمليات يسمع كل شيء، يسمع السب والغلط والعصبية وصراخ وهو يسولف معاي العسكري يعني الظهر يسليني المسكين، شافني موقف محرج قاعد في السيارة يقول لي أنت شو مسوي لهم؟ أقول لا بس والله صدمتهم من الخلف يعني، جاي يقول لي بس يعني سيارتهم يعني فيها يعني حادث قوي، قلت لا بس هم زعلوا الظاهر لأني أنا لما ضربتهم خربت كشختهم ومكياجهم وشعورهم، أشوفهم زلوا وكذي كل واحدة شعرها كشة لأن اختضت فيهم السيارة بشكل قوي بصراحة. فالمهم على ما وصل قائد الدورية اللي وقف على الحادث، قائد الدورية شاف الموقف هالحريم الجمعين حوالين السيارة والرجال داخل اللي هو أنا، ف بعدهم عني والظهر اللي في العمليات فهمه قال له ترى يتهجمون عليه وقاعد يغلطون وأنا قاعد أسمعهم، والرجل ما رد عليهم ولا كلمة، فتفهم هذا قائد الدورية وجاء وصرخ عليهم قال وخروا وعيب هالكلام يلا كل واحدة سيارتها وكذا، فأبعدهم وبعدين قال لي انزل، فقلت له ما له داعي انزل خل نروح مركز الشرطة يعني. يقول لك ايش فيك خايف؟ قلت له معاه مو خايف بس ليش تعرضني لموقف بكرة تروح المركز الشرطة وتقول والله مد إيده ولا غلط علي ولا سبني ولا كذا، خلهم بعيد عني وشينوا يبون يعني عادي أنا ما عندي مشكلة نروح مركز الشرطة وانت فاهم هناك. قال خلاص خلاص يلا يبا أمشوا كلكم إلى مركز الشرطة بدون ولا كلمة. فقالوا البنات مركز الشرطة لا ورانا ورانا حفل زفاف، احنا رايحين أصلاً لصالة أفراح وما نقدر نروح الحين. فأنا تدخلت فتحت الزجاج
وقلت يا أختي اهدي شوي وبلها الكلام الفاضي، سيارتكم خلي أحد من أهلك يتصل علي وأنا مستعد أصلح اللي تبونه بدون ولا كلمة، وحتى ما أبي لا ورقة حادث ولا شيء، اللي يكلف تصليح سيارتكم أنا مستعد أدفعه، بس فكيني من شرك وروحي لأهلك، تبي تروحين العرس روحي وخلاص. شاد تقول زين، قالها طبعا سألها العسكري، قال في أحد فيكم يعني مصاب، في أحد تعور، في شيء؟ قالت لا، بس اللي هذه أكثر واحدة سبتني سبتني بصارخ، قالت بس أنا لما ضرب السيارة وتعرف الساد اللي يكون أشخاص داخل السيارة تروح وترجع كذا بقوة، فهي رجعت بقوة براسها، كانت لابسة شباصة. الشباصة هذه أنا شفتها، الشباصة مثل المشبك كذي، لها نفس الأنياب يربطون فيه الشعر، فلما ضربت راسها بقوة للخلف الشباصة هذه دخلت فروة راسها، فبدت تنزف البنت المسكينة، فهي من الألم يعني ما تمالكت أعصابها وبدت تسب وتغلط وكذا. وأنا بعدين عذرتها يعني، قال لي أنت الحين العمليات مسجلين أنهم أساؤوا لك وأنهم سبوا وغلطوا وهددوك ومن هالكلام، تبي توجه لهم تهمة؟ إذا توجه لهم تهمة ترى ما راح أخليهم يمشون، لازم أخليهم يروحون إلى مركز الشرطة، ما يروحون لا حفل زفاف ولا بطيخ، نروح لين نخلص القضية في المركز. قلت لا 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 لا، تبون شيء يبون أنتم؟ قالوا لا إحنا ما نبشي. قلت مع ذلك هذا رقم تليفوني، وخلي والدك ولا أخوك يتصل علي وأنا مستعد أصلح، واللي تبونه أنا حاضر، ولا حصل بيننا أي شيء. قالت لا هلا يعني، قالت لي جزاك الله خير واستر على ما واجهتك. قلت له خلصت خلاص بعد، الله يستر عليكم، ومشيت. أنا طبعا من يومها ما ركبت هالسيارة وبعتها وفتكيت منها، هالسيارة اللي دائما تعرضني للإحراجات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.